السؤال في الطيبة تحريمها. هذا الرجل نشأت أنا وترعرعت عساها إن شاء الله على وجهه على على حسه وعلى صوته ويوم جاء مرة من المرات قالوا الرجال جاء له شريط جديد وهو كان يصدر أشرطة فيها قصائد متنوعة ولطيفة وصوتها الجميلة إنشاداً ولا إلقاء. أي نعم أنا قالوا ثم إحنا بنحط لك منشد فيه منشد ما أنت تختار المنشدين قالوا المنشد أنا قام إنشلها إنشاداً وهلاً حتى قصايد الرجل اللي يردونه ثم كان ما يخليهم يجوا للاستديو هو اللي يقول القصيدة ذي والقصيدة ذي والرزق عند الله سبحانه. نعم. الشاهد من الكلام أني كنت أرجع من المدرسة وترى له الفضل بعد الله سبحانه في حبي للغة العربية وللأشعار وسواء النبطية ولا اللي باللغة العربية الفصحى. كنت أرجع من المدرسة وأتوسد الراديو والله يا رجل إني أتوسد الراديو وأسمعه حتى الفاصل اللي يقول شوف ذاك اللي يقول هذه القصيدة عنوان والله إني أحافظه صم عن ظهري قلب قصيد وعاد خالي وهو الرادو وش عاد الحكي فيه يا ولد انتهى الكلام. المهم وأتحفظ ودعمة وأنا أهلها مثل ما هو يهلها أم يجيني أبو يقول لي أنا بالشيطان أنت خلني أدلج أنا بيرقد ما أدخل وأنا لا 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 في غرفة الحالة أقول القصيد هذه فزعت اللي من عند أبو نعم أشوي ويجيب الله في عيد من العياد عندنا في الديرة قال يا مزيت أنا صبي عاقبني حسه بقصيدك دائما هو يحفظه ويعلمني به قال أرضي تعال وأنا أبو أجلس جنبي وأجلس بوزانه قال علمني عشان تتحفظ وأعطيه القصيدة الأولى وأعطيه القصيدة الثانية نفس إلقاء كما ألقيها أنا يلقيها هو ما شاء الله الله ولهم جايين بيجلسون عندنا 3 أيام 4 أيام أيام العيد بيسلم على الشايب الفلاني وبيسلم على الشايب الفلاني والجماعة والربوع ولولد أحمد عبد الله معه الله يذكره بالخير ويستاهل النعم من حصله هل عليكم زوج سنين الله عبد الله سنين اللي وله جايب معه ثم ساكل ولما انه شاف خالي خلاني ألعب بالساكل ولما انه رتب هو يبوي على الموتر وراحوا ما عاد خلاني ألعب بالساكل حرمان يقوم يدوج على الساكل لعبة صدي انقهرت الله ودائما أقول الله فيك نسويها فيك أما بفقعك فرد الساكل ولا بشوف لها نحن الله ويوم الله أراد أنه يحصحص الحق الله أكبر فعلم خالي بالقصيدة قال أنت تدري ها هدية تكون أبوك شفت ساكل عبد الله ترى هديت له انا ما ادري بينهم مغالب ولا عبد الله ابو جانا قال السقه هديه تمت ازيك الراح ازيك الراح ودنا تعطينا بيتين من القصايد تحفظها من خالك نفس الالقاء ويكمل الباقي تفقدت لي جمسن سبوق شريته كاش ابي سايقه يطرب لي افر مفتاحه شريته من اللي ما بعد قيل له غشاش ولا رد بالتجريح لا جاه نصاحة صح نهمته يبوج البيد محزة المغباش نعم يشوق الدري والفيت بالجاح مسراحة يسوقها أغلى من حاله نحيف النشاش هموم المراجل يعتشقها ولا الراحة إلى آخر القصيدة أغلى من عوايد هلو فما يخاوي لا شي دل الدروي الجمس شاقه تبجاحة نهض مقدمه وندز بنصه يجيها خرعش تحت ستر ربي ما تهيبت نزاحة يمر الجبل كان الجبل هارب من حاش غدا في النظر مثل اليوم عن ملواحة يطوف المواتر كانها في السكك فراش ولا هو بيزمل سايقة من تمرجاحة الجمسة منها سرعة تمرجح يا سلام يا ابو عبد الله طيب يا ابو عبد الله كذلك من القصائد ما شاء الله تبارك الرحمن يعني القصيد واجد يا ابو عبد الله ولا ودي انا نحدد شيء ودنا من اختياراتك